عن في شأن التونسي، حيث قتل 3 جنود وأصيب 3 آخرين. الجنود التونسيين اليوم في كمين نصبه إرهابيين بمنطقة جبل مغيلة بيرقسرين في تونس، حسب ما أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية. وقال ذات المصدر بأن الجنود التونسيين وقعوا في كمين إرهابي تبادل خلاله الطرفان إطلاق نار مكثف. ويأتي هذا الهجوم الإرهابي بعد أقل من أسبوعين من مقتل العديد من قيادات كتيبة عقبة بن نافع، وعلى رأسهم الملقب بلقمان أبو صخر. إذن جماعة إرهابية أقدمت على قتل 3 جنود تونسيين وإصابة 3 آخرين بجروح. هذا وسنوافق مشاهدينا بتفاصيل هذه الهجمة الإرهابية على جبل مغيلة بالقصرين خلال هذه التغطية الإخبارية المتواصلة ودون انقطاع.